بسم الله الرحمن الرحيم. اذا كنا ممكن ان احنا نطلق على حد رجل حاول ان هو يكون رجل كل الاصول فهو احمد شوقي. احمد شوقي حاول ان هو يكون رجل كل الاصول، حاول ان هو يكون وهو جون احسن جون واشهر جون واعظم جون وما جاش زيه، وبعدين بعد كده قرر ان هو يشتغل في الاعلام وبدا يسبق بخطوات سريعه جدا في الاعلام من اول ما راح اشتغل في قناه الليل الرياضه، ثم بعد كده بقى عضو مجلس الشعب. كل حاجه عايز ينجح، كل شيء عايز ياخد 100% في كل حاجه، يطلع ابنه لعيب كوره، يطلع ولاده اعلاميين في قنوات مشهوره وكبيره، مش في قنوات عاديه، لا ده في قنوات مشهوره وكبيره. فيبقى كده هو الرجل الاخطبوط الذي حقق كل شيء. وانا اعلم علم اليقين ان شوبير في احد بعض المواقف وهو كان لسه بيشتغل في الاعلانات وفي الاعلام في النيل الرياضيه كان يقابل الناس يقول له يا فلان هو انت لسه بتشتغل في الحته الفلانيه؟ يعني هو كان عارف من الاول هو هيوصل، هيروح لحد فين، هو ان هو هيوصل للي وصل ليه دلوقتي، ان هو يبقى الرجل الاخطبوط، الرجل الاخطبوط اللي بيسافر كل مكان، اللي بيروح كل حته، اللي بيشتغل خمس ست شغلانات ما يقدرش ان هو يشتغل شغلانه واحده، وكل ده وهو رجل لم يكمل تعليمه من الاساس، يعني لم يحصل على شهاده عليا اصلا. هو حصل على شهاده كده انا ما اعرفش اذا كانت مع التعاون الزراعي او دبلوم، وفي احد اللحظات اللي تم التقاطها وهو بيدي لطلبه الاعلام كورسات بيقول لهم انا جاي عشان خاطر اعلمكم الاعلام، الاعلام بيتم بهذه الطريقه والاعلام بيتم بهذه الطريقه. محمد شوبير بيطلع في الاعلام او كان بيطلع في الاعلام وبيلوي لسانه بلغه عربيه فصحى، فتحس انك انت قدام واحد اداري جهبذ عنده المهاره، مهاره ان هو يلوي السنته بالسوق، يظهر ليك ان هو جهبذ، ان هو علامه، ان هو استاذ كبير، ان هو قادر فعلا ان هو يبقى عضو اتحاد كوره في نفس الوقت. مش عضو اتحاد كوره عادي، لا ده نائب رئيس اتحاد كوره في وقت من الاوقات، وقت في نفس الوقت برضه يبقى عضو مجلس اداره في نادي الاهلي عادي برضه، وبعدين بقى كده مشرف على النادي الاولمبي، وبعدين بعد كده ياخد صفر المونديال عادي مش مشاكل، وبعدين بعد كده يبقى عضو في كافه انواع اللجان، كل انواع اللجان اللي تم تشكيلها في مصر في الكوره احمد شوبير كان عضو فيها. ازاي احمد شوبير بيقدر يعمل ده؟ ازاي احمد شوبير بيقدر يعمل ده؟ ازاي بيقدر ان هو يتحول الى الرجل اللي بيعمل كل حاجه في كل حته، كل حاجه في الكوره وفي خارج الكوره، يعني في الكوره وفي الاعلام وفي غيره، يعني مش الكوره بس، الكوره اعلام لجان تجاره سياسه. في احد دلوقتي يظهر احمد شوبير وهو يؤيد الحزب الوطني، ويظهر وهو يؤيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، يظهر بهذه السياسه. وفي احد الفيديوهات الاخرى يظهر وهو يسب ويلعن في نظام مبارك. من انت ايها الرجل؟ من انت؟